كمان عايز اتكلم مع حضراتكم قبل ما نخش في حلقتنا كمان وملفاتها، حابب اتكلم كمان عن منتخب مصر. منتخب مصر في رحلته الجديده مع البرتغالي روي فيتوريا، المباراه الثانيه المهمه اللي هياخدها منتخبنا بكره ان شاء الله امام منتخب ليبيريا طبعا على المستوى الودي، طبعا بعد الفوز في مباراه طبعا الاولى امام منتخب النيجر بثلاثيه نظيفه يوم الجمعه اللي فاتت. زي ما حضراتكم تابعتوا المباراة، محمد صلاح نجمنا الكبير بيسجل هدفين، ولاعبنا المحترف في فرنسا مصطفى محمد بيحرز هدف طبعا المحترف في نانت الفرنسي. خلينا نتكلم، بعض الناس اتكلمت بعد المباراة عن شكل المنتخب عن أداء المنتخب وتطرقت لنقطة مهمة، يعني بيقولوا هو المغرب مثلا بيلاعب تشيلي أو منتخبات أفريقية، غانا بيلاعب البرازيل وإحنا بنلاعب منتخبات من الصف الثاني او الصف الثالث. عايز اقول لحضراتكم ده يمكن في المراحل الاولى، خاصه مدير فني جديد، اللعيبه راجعه من اجازات، كل التجمع دوت كان مهم جدا نلعب مع مباراه على المستوى دوت. عندنا مباراه مهمه جدا على مستوى التوب تيم او الليفل تيم امام المنتخب البلجيكي في نوفمبر ان شاء الله، لكن خلينا نتكلم، كانت بدايه جيده على المستوى النتيجة، خلينا نتكلم على مستوى الأداء في بعض فترات المباراة، في عناصر جديدة دخلت للمنتخب يعني لازم تاخد وقتها، والمدير الفني لازم ياخد وقته شوية علشان يعرف قدرات وإمكانيات كل اللعيبة بشكل كبير. اللي فرحنا كمان محمد صلاح بيحرز طبعا هدفين، ممكن جدا في مشوار طبعا يعني اكيد على مستوى محمد صلاح، كلنا يعني بنتابع ليفربول وبنشوف يمكن خيبه امل كبيره جدا في ليفربول، ولكن كان مهم جدا اللعيبه الدوليه ديت يا اما هي جزئين، يا اما المنتخب بيرجعه تاني لاجواء والتهديف وبيرجع ثقته في نفسه مره تانيه، يا اما لو مش ماشي معاه في المنتخب بيرجع النادي ويحاول يؤدي بشكل جيد وياخد الثقه تاني. كان مهم جدا احراز محمد صلاح لهدفين، بيزيد من رصيده الدولي على مستوى التهديف. حضراتكم عارفين ان كمان كان مهم ان احنا نلعب مباريات بشكل دولي، التوقف الفيفا ديت يمكن من سنتين كان عندنا بعض المشاكل ان احنا ما بنلعبش مباريات وديه في الفيفا ديت، مما ادى طبعا ان احنا بنتراجع حتى في مستوى الترتيب او التصنيف على مستوى الافريقي بشكل كبير. كل مباراه دوليه بتلعبها ايا كان المنافس بتكسب فيها، ده بيضيف لك بعض النقاط على مستوى التصنيف، وده برضو شيء مهم، يعني شيء مهم جدا عمليه وضع منتخب مصر على مستوى التصنيف الافريقي او حتى على مستوى التصنيف العالمي. بكره ان شاء الله بينتظرنا مباراه مع منتخب ليبيريا، تجربه جديده، تجربه ان شاء الله تكون تجربه موفقه. فيتوريا اكيد هيكون في تغيير في موضوع التشكيل بدايه من تشكيل بدايه المباراه مع التغييرات. حضراتكم عارفين كمان ان غادر المعسكر محمد صلاح ومصطفى محمد، ده بالاتفاق مع فيتوريا انه هيلعب مباراه او جزء حتى من مباراه، مصطفى محمد يمكن بيشارك بشكل مش اساسي مع فريق نانت، ولكن محمد صلاح بيغادر هو ومصطفى محمد، وطبعا هيسافروا ويرجعوا للانضمام الى فرقهم بعد طبعا انتهاء الاجنده الدوليه. كل التوفيق ان شاء الله لمنتخب مصر، كل التوفيق لفيتوريا والجهاز الفني، ومشوار جديد باذن الله يتوج بالنجاح لمنتخبنا القومي.